السلام عليكم خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. اليوم خواتاتي غادي نصايب معكم الزيت ديال الكوك اللي طلبوه ليا بزاف ديال البنات، قالوا لي عافاك ملي تبغي تصايبي زيت الكوك او لا زيت الجنجلان ولا زيت الحلبه ولا زيت اللوز، المهم اي زيت بغيتي تصايبيه شاركي معنا، لحقاش كيعرفوني كنصايب الزيوت في الدار ديال التجميل ديال الشعر، كنصايبهم بوحدي في الدار، وراه فيه حتى 4 ديال الفيديوهات على زيت الكوك بجميع انواعه. زيت الكوك اللي تيكون ناخذو بحال هكا كيكون باقي كوره، يعني باقي صايم، كنهرسو راسي كنطحنو وكنخرج منه زيت الكوك، وكنصايب عاوتاني الزيت ديال الكوك اولا جوز الهند اللي كيكون مطحون، حتى هو كنخرج، هو اللي غادي نصايب معكم اليوم، حتى هو كنخرج منه الزيت. المهم كما كتعرفوا الزيت ديال الكوك زوين بزاف، كيحيد لنا التكماش من البشره، كيحيد التجاعيد، كيصفي البشره، كينقيها، كيعطي واحد اللمعان، واحد النضاره، كيرطب لنا اليدين، كيعطيهم واحد اللمعان، كيبيضهم، كينقيهم، كيصلح الشعر حتى هو، كيطولو، كيرطبو، كيقويه. الزيت ديال الكوك عنده بزاف ديال الفوائد على البشره ديالنا وعلى الشعر ديالنا البنات، لحقاش انا اللي مجرباه وعارفه الفوائد ديالو، وخصوصا هذاك اللي تيكون طبيعي 100% اللي كنصايبوه بوحدنا في الدار. فداك الشيء علاش طلبوه مني البنات، وقلت النهار اللي غادي نصايبوه ضروري غادي نشاركو معكم، واخا انا راه ما لقيتش داك الكوك اللي تيكون فري، داك الكوك اللي كيكون ابيض وكيكون ميدم مزيان، ما لقيتوش، بعيد عليا البلاصه ديالو، وحتى ديك الكره، ديك الكره ديال يعني تيكون باقي حبه ما مطحون ما والو، ما لقيتهاش، قلبت على تعيس، خاصني ضروري نمشي لها المرجان باش ناخذها. هذيك تتخرج لكم الزيت، كطحنوا على يديكم وكتخرج لكم الزيت غزال ابيض وفن، وكي يعني كيخرج لكم الزيت واحد الكميه اللي هي كبيره. المهم خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، وقبل ما ننسى، اي وحده بغات حيت لحقاش حاطه شي 4 الفيديوهات على الزيت ديال الكوك اللي كيكون مطحون واللي كناخذو كنطحنو راسي، الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات القدام كتبوا غير زيت تحضير زيت الكوك مع الدغوغيه الحره، وراه غادي يطلعوا لكم كاع الفيديوهات اللي انا مصايبه فيهم زيت الكوك، وحتى زيت السمسم اللي هو زيت الجنجلان كتبوا تحضير زيت السمسم او لا زيت الجنجلان، وكتبوا حدا الدغوغيه الحره، وراه غادي يطلعوا لكم الفيديوهات ديالي مصايبه زيت الحلبه، مصايبه بزاف ديال الزيوت قدام ان شاء الله. دابا غادي نبقى اي زيت بغيت نصايبه غادي نبقى نشاركه معكم، لحقاش الزيوت اللي كنصيف في الدار البنات قسما بالله العلي العظيم، اي زيت كنصايبو في الدار كيعطيني نتيجه واعره للشعر ديالي، للوجه ديالي، وحتى الشعر ديال بنياتي. ولا شريته يعني جاهز، مثلا زيت الكوك كنت مؤخرا خديت واحد الحقيق ديال زيت الكوك، ما عطانيش نتيجه بحال ما كندير حتى شي حاجه، اما الزيت اللي ديال الكوك اللي كنصايب في الدار كيعطيني واحد النتيجه للبشره ديالي، ما نقولش لكم كيفاش كتولي بحال المرايه، والشعر ديالي كتعطيه واحد اللمعان وكترطب الزغبه، كنديرو حتى لبناتي وكتقوي لهم الشعر، يعني الزيت ديال الكوك راكم عارفينو فيه بزاف ديال الفوائد كما قلت لكم على الشعر وعلى البشره. المهم خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، يلا دابا تشوفوا معايا الطريقه كيفاش حتى صايب زيت الكوك، ونقول لكم بزاف ديال النصائح عليه. المهم خليكم معايا، ودائما تنقول لكم خواتاتي الا بغيتوا تعاونوا معايا ما تنساونيش من اللايكات ديالكم باش الفيديو يطلعوا لناس اخرين، والتعاليق ديالكم زوينه، والبارطاج للقناه. يلا خواتاتي خليتكم دابا باش تشوفوا، لان طيبته وجدته كلشي، لحقاش خصو يبات، خصو يبات في الثلاجه، صايبته وصورته لكم وكلشي. المهم دابا نخليكم مع الفيديو، يلا خليكم معايا. المهم هنايا البنات نبداو بسم الله على بركه الله، هنا عندي 400 غرام ديال الكوك، يعني ناقصه 100 غرام على نص كيلو، 400 غرام خديتها ب 15 درهم، 15 درهم 300 ريال. من الاحسن البنات الا لقيتو داك الكره ديال الكوك، داك اللي تكون باقي حبه باقي ما مطحونه ما والو، خذوها وهرسوها وطحنوا على يديكم، راه كتكون كتخرج الزيت زوين، وكيجي الزيت ديالها رائع. انا ما لقيتهاش وما لقيتش داك الكوك اللي كيكون مطحون بحال هذا وهو كيكون ميدم وبيض، ما لقيتوش، قلبت عليه تعيس ما لقيتوش. المهم خديت غير هذا، واخا ما يدمش بزاف خديته باش نوريكم غير الطريقه وصافي. هنايا درت تقريبا 3 ديال الزليف عامرين مزيان ديال الكوك، 3 ديال الزليف ديال الكوك، واي زلافه البنات اي زلافه عبرتو بها ولا عبرتو بالكاس ولا اي قياس درتو، بحال دابا انا درت 7 ديال الزليف ديال الماء، ما عامرينش بزاف، هي 6 زليف، لحقاش مع الماء طيب ما كنقدرش نعمر الزلافه وكنبقى شادها بيدي، يعني درت 7 ديال الزليف ما عامرينش، هي 6 ديال الزليف عامرين باش عبرت الكوك باش كنعبر الماء. بحال دابا درتو 3 كما درت انا 3 الزليف عامرين مزيان ديال الكوك، كديروا 6 ديال الزليف ديال الماء، الا درتو عبرتو بالكاس كديروا 3 الكيسان ديال الكوك،
كديروا 6 ديال الكيسان ديال الماء، يعني كل كاس ديال الكوك كديروا فيه 2 كيسان ديال الماء، وزلافة ديال الكوك كديروا فيها 2 زليف ديال الماء. الماء يكون طيب مزيان كما كتشوفوا، يكون مغلي حتى كيخرج داك السبوله ديالو. صافي ما تكثروش الماء، ديروا غير كما قلت لكم اي حاجه عبرتوا بها، سواء زلافه ولا كاس، كديروا كاس ديال كاس ديال الكوك ولا زلافه ديال الكوك، كديروا 2 كيسان ديال الماء ولا 2 كيسان ديال ولا 2 زليف ديال الماء. المهم عبرتوا بالزلافه ولا بالكاس بحال بحال، المهم كل زلافه ديال الكوك كديروا معاها 2 زليف ديال الماء. صافي دابا غادي نغطي ونخليه حتى يبرد شي شويه. هنايا البنات من بعد ما كيطلق لينا داك الزيت ديالو كيبرد شي شويه، ما كيبقاش سخون، كتمسيه بيدك كتلقيه راه شي شويه باقي دافي، ولكن ما غاديش يحرقك في يدك. كتاخدي بحال هكا شي بانيو وكديري فيه بحال هاد الصفايه، وكتاخدي الزيت ديال حياتي ولا اي حاجه عندك كتصفي، ممكن ديري غير شي صفايه تكون عندك رقيقه ديريها. المهم الطريقه ديالي انا هي هذه، انا كنشاركها مع خواتاتي. صافي وكنبقى يا اما ديري في الطحانه ديال العصير اللي كطحن لك مزيان، اولا ديري بحال هكا الهاشوار اللي بغيتي، الحاجه اللي غادي تطحن لك مزيان هي اللي غادي ديريها. وكنبقى بحال ما هكا كنطحنو مزيان حتى كيتطحن ليا كيتنيل باش كيخرج داك الزيت ديالو، واخا انا راه ما خديتش من داك الكوك اللي مية الدم اللي تيكون. انا راه كيعجبني ناخذ ديك الكره ديال الكوك اللي كتكون باقا الحبه يعني باقا ما مطحونه ما والو، هذيك هي اللي كيحمقني الزيت ديالها، ولكن ما عم حداياش ومرجان بعيد عليا وما لقيتش الكوك داك اللي مطحون بحال هذا، تيكون مية الدم تيكون بيض وكيطلق لي دم، هذاك راه غزال كيخرج الزيت رائع. عرفتي تدير لكم عليه فيديوهات، انا غادي نوريكم هذاك ديال الكره، وان شاء الله هذه المره الا خديت داك الكوك اللي تيكون مية الدم بزاف راه غادي عاوتاني الا عاود صيبته نشاركو معكم في شي فيديو يكون غير قصير. صافي كنبقى بهذه الطريقه هذه كنديرو في هذا الزيت ديال حياتي وكنعصر. صافي البنات كنبقى بحال هكا كنعمر ديك الهاشوار وكنطحن وكنبقى ندير بشويه بشويه في داك الزيت ديال حياتي وكنعصر. صافي حتى كنكمل، هذه هي الطحنه الاخر اللي بقات عندي، وكنعصر بحال ما هكا مزيان. وهداك الشيء اللي كنعصرو داك الكوك اللي كنعصرو مزيان كنديرو في هاد البانيو الزرق هذا، راه ما كنضيعوش، كنديرو في شي صبيره وكنديرو في الثلاجه، وكنبقى كندير به كوماج ليديا وكندير به كوماج للوجه ديالي الكرش ديالي في الدوش، كندير به كوماج زوين زوين بزاف بزاف. صافي كنبقى بحال ما هكا كنعصر حتى غادي نكملو كامل، وكنعاود نرجعو للطنجره باش غادي نغطيها وندخلها للثلاجه، غتبات في الثلاجه. المهم هنايا البنات ملي باست ليا هاد الكوك هذا في الثلاجه كيصبح بحال ما هكايا، كيدير داك الطبقه ديال القشره من الفوق بحال الزبده، هانتوما شفتو يعني داك الزيت كيتعزل الفوق، ديك الزبده ديالو كتعزل الفوق وداك الماء كيبقى لتحت. فانا دابا شنو غادي ندير، غادي نصفي هذيك الزبده اللي الفوق هي اللي حاجي بها غادي تخرج لينا الزيت. كناخذ بحال هكا شي صفايه وكنبقى كنصفي داك الزبده اللي تكونت لينا من الفوق، كنصفيها وكنديرها في هاد الكاسرونه. الا لقيتوا البنات كما قلت لكم هذاك الكوك اولا جوز الهند اللي تيكون باقي كره وهرستوه روزكم وطحنتوه روزكم وراه تيخرج الزيت بزاف وكيعطيني واحد الزيت اللي رائع وزوين بزاف. ولا لقيتوا الكوك اللي تيكون غليظ مطحون هو غليظ ومية الدم، هذاك حتى هو راه كيعطينا كميه ديال الزيت كثيره والزيت ديالو كيجي رائع وزوين. صافي انا درت هادشي في هاد الكاسرونه صفيته ودرتو في هاد الكاسرونه، ودابا حطيت الكاسرونه على عافيه اللي تكون مهيله، العافيه تكون مهيله البنات ما تزيدوش في البوطه، خاص العافيه تكون مهيله باش داك الحليب كينشف لينا وكتبقى عندنا غير الزويته، يعني كيبقى غير الزيت ديال الكوك داك الحليب ديالها كيمشي ما كيبقاش، كنخلي على نار مهيله وانتم كتحركوا غير الكاسرونه. صافي هانتوما البنات شوفوا صافي دابا بقات غير الزويته، داك الحليب كله راه تحيد. صافي غادي دابا نطفي عليه البوطه وغادي نصفيه، هانتوما شفتوا كيتحيد داك الحليب ديال الكوك وكتبقى غير الزويته. غير ضروري البوطه تكون ناقصه، العافيه تكون ميله على خاطرها، يعني باش داك الزيت ديال الكوك ما كيتحرقش وكيعطينا في البشره واحد النتيجه اللي هي زوينه. ودابا كناخذ واحد القرعه ديال الدجاج، كما شفتوا هذه القرعه هذه ديما تندير فيها انا الكوك، ما ديروش في القرعه ديال البلاستيك، واكثريه مع كيكون باقي سخون نديرو بحال هكا في قرعه ديال الدجاج، وكنصفيه بهذه الصفايه هذه. كما قلت لكم البنات من الاحسن الا خديتو الكوك يكون باقي كره،
يكون باقي الحبه ديالو صينه ما يكونش مطحون. انا غادي نوريكم الطريقه. دابا غادي ناخذ واحد المقطع خديته من الفيديوهات ديالي القدام وغنحط لكم في هذا الفيديو، هذا غنمونطي لكم مع هذا الفيديو باش غتشوفوا الطريقه وتشوفوا الزيت اللي خرجت ليا كيفاش داير. هانتوما شفتوا راه زوين، ترطيب ديال اليدين، ترطيب الرجلين، ترطيب البشره، ترطيب الشعر، تيقويك وفن فن فن زيت الكوك. وشو الطريقه ديالو يعني ساهله، ما فيهاش شي تماره ولا سميتو، غير نحيدوا العجز راه كلشي ساهل. هانتوما شفتوا 15 درهم شحال عطاتني ديال الزيت، تبارك الله راه فيها الخير والبركه. انتم البنات هذا المقطع راه خديته من واحد الفيديو ديالي قديم، كنت حاطاه في القناه، ترجعوا راه غادي تلقاوه. خديته باش نوريكم الا خديته بحال هكا الكوك يكون باقي صين يعني ما يكونش مطحون، كتهرسوه بشي حاجه عندكم شي مطرقه ولا شي حاجه وكتنقيوه بهذه الطريقه. وهذا المقطع حتى هو البنات مع هذاك الفيديو اللي صايبت فيه الكوك اللي كيكون باقي كره. هانتوما شوفوا الزيت اللي عطاتني، يعني عطاتني كميه اكثر من هذيك اللي صايبت معكم اليوم. شوفوا ملي كيبرد راه كيجمد، لحقاش انا صايبته في الحال بارد كيجمد، كيولي بحال ما هكا، كيولي رائع وزوين. من الاحسن اللي لقيتو الكوك اولا جوز الهند باقي كره خذوه وخرجوا منه الزيت. هانتوما شوفوا تبارك الله كيخرج غزال كيحمق. المهم خواتاتي هانتوما شفتوا الطريقه ساهله، ما كاينش ما احسن من الحاجه نصايبوها في الدار، خصنا نحيدو غير العجز ونصايبو كلشي في الدار. هانتوما كما شفتوا 15 درهم عطاتني هاد الكميه هادي، عرفتي راه الريحه ديالو راه ريحه الكوك فري. انا راه كناخذ الزيت ديال الكوك بعض المرات كان ما كنصايبوش كنعجز عليه ولا ما كنلقاش حدايا الكوك اللي تيكون زوين صافي، وكناخذ هذيك اللي تيكون جاهز، الزيت ديال الكوك اللي تيكون في البواطات ناخذه جاهز، ما كيعطينيش الريحه ديال الكوك. عرفتي هذا راه الريحه ديال الكوك يعني فري، عرفتي فنه والله العظيم البنت الريحه ديالو عرفتي واعره واعره، ريحه الكوك فري. ملي كديري بعد البشره ديال ديك الريحه ملي كديريه ما كتسخيش بها، تحيد لك من البشره ديالك وكيعطيك نتيجه زوينه، كيعطيك نتيجه زوينه للبشره ديالك، كيصفي البشره، كيحيد التجاعيد، كيحيد التكماش، كيعطينا واحد النضاره، كينقي. عرفتي ما نقولش لكم الزيت ديال الكوك انا اللي مجربه. حتى دوك العيالات اللي كيولدوا كتبقى لهم داك الخطوط ديال الحماله في الكرش ديالكم، ديروا هاد زيت الكوك من الليل لليل، شدي وماصي به مزيان الكرش ديالك، راه الا تبعتي يوميا يوميا راه دوز واحد المده ديال شهر ما تبقاش عندك بحال ما ولدتي بحال ما حملتي ما والو، ما تبقاش عندك كاع ديك الخطوط ديال الحماله الكرش ديالك، وكتماصي به الكرش ديالك كترجع لك كرشك والجلد كيتجبد، ما كتبقاش عندنا الخطوط لا ديك البيضاء ولا ديك الحمراء، ما كتبقاش كاع في الكرش. لحقاش انا ملي كنولد كنديرو كنصايبو بوحدي وكندهن به الكرش ديالي مزيان، كنبقى كنماص ماشي غير كندهن وصافي، لا كنبقى ماسي ماسي مزيان تقريبا شي 5 دقائق وانا كنماسي في الكرش ديالي بشكل دائري. راه عرفتي راه كترجع الكرش ديالك ما فيهاش كاع بحال ما حملتي ما حتى شي حاجه ما ولدتي ما والو. المهم خواتاتي هذه تجربتي كنشاركها معكم. البنات غادي ندير معكم شويه، عرفتي الريحه ديالو غزاله 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 كتحمق. دابا انا هذا اللي شويه اللي صايبت راه غادي دي ليا، لحقاش كندير منه لبناتي الشعر ديالهم، كندير منه البشره ديالي حتى انا ملي كنبغي انا ملي كنصايبو والله العظيم البنات كنفرح. لحقاش كيعطيني واحد النتيجه زوينه للبشره، انتما شفتوا كيخلي البشره كتلمع وكيحيد لنا التجاعيد. البنات العيالات اللي عندهم التجاعيد زيت الكوك كنصحكم بزيت الكوك، ديريه يوميا كل ليله قبل ما تنعسي واحد الساعتين، ماصي به البشره ديالك، ديري غير شويه في يدك بحال هكا غير شويه وماصي به البشره ديالك، ماصي لا سي لا بنتي ماصي به الوجه ديالك وعاد نعسي، والصباح غسلي وجهك بالصابون وتشوفي النتيجه اللي غادي يعطيك. هادشي غزال 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 فن، في واحد الريحه دابا طالعه ديال الكوك كتحمق، وماصي به حتى العنق ديالك، ماصي العنق ديالك مزيان والوجه ديالك يوميا بزيت الكوك. ولكن بالحق الا صايبتيه بحال هكا في الدار وصايبتي على يدك وعرفتي راه طبيعي وتشوفي كيفاش غتولي البشره ديالك، كينقي البشره كيصفيها كيحيد التجاعيد كيحيد التكماش كيحيد البقع، فن غزال غزال. حتى الشعر حتى الشعر زوين، كيرطب الشعر وكيطولو كيقويه وغزال بزاف بزاف. خصنا نحيدو العجز ونصايبو كلشي في الدار، كلشي ساهل الحمد لله، حتى شي حاجه ما صعيبه. انتما شفتو عرفتي راه كيرجع البشره غزال غزال. انا ملي كنصايبو اكثريه ملي كنلقى داك الكوك اللي تيكون زوين وكيخرج ليا يعني قياس يعني بحال
كيقرب يعمر لي القرعه وكيخرج لي داك الزيت اللي تيكون ابيض وصافي. عرفتي راه كنفرح لحقاش انا اللي عارفه الفوائد ديالو على البشره. واللي دينا البنات اللي دينا من الليل الليل دهني بايديك كيرطب لي الدين. عرفتي كيرطب لي الدين بواحد الشكل اللي رهيب. زيت الكوك غزال كيحمق هدايا بنتي هدايا على التليفون كيحمق 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 زيت الكوك من الزيوت اللي شغنقول لكم يعني اللي زوينين للبشره وكيحمقوني هما زيت الكوك وزيت الجنجلان زيت اللوز. المهم اللي انا نعطيه رقم واحد في الزيوت وهو زيت الكوك. زيت الكوك لحقاش مجربه وعارفه النتيجه ديالو كيفاش كتولي البشره ديالي. الزيت ديال الكوك زوين للشعر كيرطب الزغبه كيقوي الشعر كيطولو كيعطينا واحد النتيجه زوينه للشعر. انا اللي كنديرو لبناتي ومجرباه وشايفه النتيجه ديالو زوين للشعر والبشره والجسم ديالنا كامل. المهم خواتاتي طلبتو مني الطريقه ديال زيت الكوك انا عطيتها لكم. واخا ما لقيتش داك الكوك اللي زوين اللي كيعطيني واحد الزيت اللي هو رائع كما شفتو معايا في الفيديوهات القدام لقيت غير الكوك عادي وقلت ضروري غادي نعطي لخواتاتي الطريقه. وانتوما الا كان حداكم الكوك موجود ولا ملي كيكون موجود داك الكوك اللي باقي كوره ما مهرش راه كاينين بعض الدول اللي كيكون فيهم موجود وملي كيكون الوقت ديالو كاين كيتباع حتى في مرجان غير انا مرجان بعيد عليا داكشي علاش ما مشيتش خديته. المهم انا عطيتكم الطريقه وانتوما كملوا من راسكم. هادشي اللي كاين خواتاتي كنتمنى هاد الفيديو تستافدوا منه ان شاء الله. والبنات اللي قالوا لي شاركي معنا زيت الكوك يشوفوه وما تنساونيش خواتاتي من لايك ومن البارطاج ومن الدعم للقناه وما شي تعليق يكون زوين خارج من القلب. خليتكم على خير نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع شي وصفه ان شاء الله جديده ولا ان شاء الله. انتظروا مني واحد التبريمه غنعطيها لكم امام واخا بنتي انتظروا مني خواتاتي واحد التبريمه غنعطيها لكم خطيره واحد التبريمه واعره 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 للبنات. المهم خليتكم على خير تهلوا ليا فراسكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.